الموتور؟ العمى وين راح الموتور؟ أنا صفيته هنيك، معقول حدا أخده؟ أيوة كملت معنا، يعني معقول هلأ بدنا نرجع مشي على البيت؟ ما سمعت شو قلتي؟ عيدي من شوي شو كنتي عم تقولي؟ ها؟ شو خايفة؟ مو بدك تمشي؟ وين المشكلة؟ بس مصيبة، بدنا نعرف مين أخذ الموتور؟ وين راح؟ ليكو طلعنا صافينه هنيك. أنت اللي صفيته. أنت اللي كنتي راكبة معي، ولما نزلت حضرة جنابك نزلتي معي كمان، بس ما تذكرتي أني صفيت الموتور هنيك؟ تصرف ذكي، تفضلي. معقول لسا ريشي ولاكشمي لهلأ ما رجعوا؟ أيوش؟ إيه أيوش؟ تمام كثير منيح. ليك بتعرف استنى استنى لحظة. لا ما بعرف. ماما نيلام تعالوا بسرعة. ايه ماشي تمام تمام شكرا. يسلم ويسلم وماشي بحاكيك. شو القصة خالي؟ باين عليك مبسوط كتير. شو جايب معك اخبار حلوة؟ وقبل ما تعطيني اخبارك الحلوة انا عندي خبر حلو للكل. خليني اقول. خلي خبرك لبعدي واسمع خبري انت بالاول. لا يا خال عم تهيني بوشي هيك؟ عم تسكتني وتتسلى بإهانتي؟ معقول؟ ماما فير شو القصة؟ صاير معك شي مشكلة؟ نيلام امي تعرفوا؟ العالم كلياتهم بمجتمع الأعمال عم يمدحوا بريشي ويحكوا عنه. إيه؟ يعني من لما عرفوا إنه ريشي بريء من كل هاي التهم، شركائنا بالشغل اللي كانوا مستعدين لحتى يقطعوا شغلهم وكل صلتهم معنا إجوا لعنا وعم يعتذروا عن سلوكهم. يا سلام. إيه ومو بس هيك، وكانوا عم بيقولوا إنه أوبيروي مو مجرد رجل أعمال، هو بيمثل الصلات الاجتماعية، لأنهم بيقدروا الحب ولهيك أخذوا ريشي ولاكشمي كل هالضجة. تصوروا. ما عم صدق. بتعرفي ماما ريشي ومرته صاروا مضرب مثل هلا. ايه وحتى لاكشمي كمان عم يمدحوها وعم بيقولوا انها مثال الزوجة المخلصة لانها انقذت حياة زوجها. ايوش بتعرف شو عم بيقولوا عنهم؟ هلابقين كتير لبعضهم. ايه ممتاز. شفتي نيلام كيف هيك توفقوا؟ وصارت سمعت ريشي مليحة وقت اللي ساعدته لاكشمي. بترجاكي ستي ريشي من يوم يوم وشخص منيح ودائما بساوي الشي الصح، يعني لاكشمي ما لها دخل بهالشي بالمرة. هلأ لو كنت مرت ريشي كانوا الناس مدحوني مثله وكانوا جابوا سيرتنا بالمنيح وقالوا انه منلبق لبعض. ايه اضحك طبعا. لا بس فات بعيني شي. صحيح معك حق ماليشكا، يعني قلتي اللي كان بدي اقوله. لا تاكلي هم ولا تخافي، انتي وريشي لابقين لبعض، وبكرة بتشوفي لما تتزوج ريشي مو بس أنا، الكل رح يقولوا نفس هذا الحكي. انتو كلكم بتضلوا تقولوا إنه لاكشمي مثالية، بس انتو كلكم بتعرفوا كتير منيح أنا شو رأيي بهالبنت، لأنه هي سبب وجود هاي المشاكل ببيتنا كل يوم، ولهيك ما لازم تبقى بهالبيت. نيلان لنشوف ايمت رح تتغير وجهات نظرك وايمت رح تشوفيها للحقيقة، يعني خلونا نشوف مين رح يفوز، نظرتك الغلط ولا حقيقة لاكشمي. انت فزت خالي. اللي بقصده انه اخبارك احسن من اخباري، يعني الاخبار الحلوه يلي جبتها اهم من اخباري. انا خبري الصغير هو انه معظم الناس يلي لغوا الحجز عنا بالفندق رجعوا حجزوا عنا من جديد. ولهذا السبب شغلنا تحسن اضعاف مضاعفه. تماما، والفضل بيرجع لريشي ولاكشمي ولايوش. شو نحن هلا مثل الفرسان الثلاثه. ما هيك انتوا عن جد لابين لبعضكم وبتمنى تبقوا هيك مع بعض عشان نضل نحن نقدر ندعم بعضنا على طول. كان لازم هيك يصير لأنه نحن ما سوينا أي شيء غلط بابا، واشتغلنا بضمير، لهيك بالأخير أكيد رح نتبرأ. صح يا أخي. ماما رجاء بعرف ما بتتمني لي غير كل الخير والسعادة، وإنك عم تتعبي كرمالي، بس ما بصير تقولي عن لاكشمي هذا الحكي، وانتي لازم كمان تشوفي القصة من وجهة نظر مختلفة. كل شيء كان غلط ولاكشمي صلحت الأمور، فهي حلت المشكلة ما سببتها.
وإذا هيك القصة في الشغلة واضحة أمي، إذا كانت لاكشمي السبب لكانت حياتي كلها غلط بغلط، ما كان فيها شيء صح أبدا، كانت حياتي كلها مشاكل. يعني أمي كلامك ما نو كلام شخص واحد. ريشي يبدو عصبت منه. ما قلت لك لا تحاكيها بهالطريقة؟ يلا تراجع فورا. شو بدي ساوي؟ لما نغلط مع حدا بالكلام لازم مو بس نعتذر، نتراجع عن كلامنا، يعني مشان ما يصير الغلط أكبر. ساوي هيك تو 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 تو. تو 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 تو. عنا بالضيعة هيك بيساوي كيف؟ تو 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 تو. يعني بيشبه صوت الموتور لما يشتغل المحرك تبعه وتطلع الدخنة منه. كنت عارفان ريشي. لا تحكي بهالطريقة مرة تانية، تعرفني بتضايق من هالكلام. وأنا كمان بتضايق لاكشمي لما حدا يغلط معك بالكلام. ايه، ومنشان هيك من هلأ ما حدا رح يغلط معه. بس انتي ما كان لازم تحكي هذا الكلام، عم تفهم؟ وبكل الأحوال بكرة هو اليوم اللي رح تتمنى فيه لحياتك الطويلة، لأنه بكرة في مراسم وهي رح تكون تاني مرة بتعملن لاكشمي. مرتك رح تقطع الأكل طول اليوم ورح تتمنى تعيش حياة طويلة مع زوجها. يعني مثل السنة الماضية لما قطعت الأكل وعرضت حالها للخطر لتنقذ ريشي. وأنا رح ساوي نفس الشيء كرمال ريشي. شو اختي ما بدنا نطلع؟ ايه بس ليش مستعجلة؟ مرت عمي قالت اطلعوا. ايه لازم توزعوا هاد. شو؟ هاد؟ بدنا نوزع للفقرة؟ لأنه ريشي طلع براءة؟ تفهم من تمك شو هالكلام هاد؟ يب بدك ياني وزع تياب وأنا ما عندي تياب؟ ولا مو شايفين بعيونكم؟ طيب شو هاد مرت عمي؟ بكرة في مراسم لازم تعملها لاكشمي، لهيك رح عيرها هدول وبعدين بترجع لي اياهم. ما؟ عم بمزح معكم. هدول شوية هدايا للاكشمي، لهيك لازم نروح لنعطيها اياهم. مرت عمي عن جد ما في اطيب من قلبك. يلي بقصده انك كثير لطيفة. ايه عن جد مزبوط، شكرا لك، انت ساويتي حركات حلوة بس لانك مهتمة باختي لاكشمي، شكرا. مرت عمي عملتي كل شيء كانت رح تساويه امنا. اصلا هي ما بعملها غير مثل بنتي، وكمان انتو مثل بناتي، ايه؟ جاهزين هلا؟ يلا. يلا روحوا، قصدي لا تتأخروا. يلا يلا يلا. لوين؟ على أساس أنتوا قوايا، مين بده يحمل هدول؟ يلا يلا احملوهم. أنتي احملي هدول. أنا رح آخذها مرت عمي. تفضلي. باي مرت عمي. يلا أختي. لاكشمي تزوجت واحد من عيلة غنية، ولهيك أنا لازم حافظ على تواصل منيح مع أولاد حماها. أنا من هلأ رح غير طريقة معاملة.